ديننا هو ذاته الذي كان يعتنقه موسى الكليم. واليهود الحقيقيون نسلا بعد نسل كانوا في انتظار ظهور نبينا هذا. نحن معكم لا عليكم. اسمع جيدا ما سأقوله لك، وهو أنني لن أكون لطيفا معك مقدار ذرة. إن كنت رجلا فلتكن لديك القدرة على تحمل سيفي ورمحي، وألا تهرب من أمامي.